السلام عليكم. عليك السلام. اهلا وسهلا. مين فيكم الاسطى؟ انا يا فندم. بسم الله ما شاء الله. المحل بتاعك قباه. نورنا يا فندم. اتفضل يا فندم. شوف بقى من غير كتر كلام ولا لفه ولا دوران، انا هسلمك نفسي تعمل فيا ما بدالك. اهم حاجه اقوم من على الكرسي ده ما زدتش عن 40 سنه ولا ايه؟ تحت امر حضرتك يا فندم. انا اسف صبر. انت هتقعد تبص لي كده طول ما انت واقف؟ مش كده فؤاد العمال هياخدوا باله. طب ما ياخدوا بالهم ايه يعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام يا معلم. ورحمه الله وبركاته. ايه ده يا معلم ده؟ بسم الله ما شاء الله، ده انت صغرت 20 سنه. وعليا النعمه معرفتك وانت داخل. ايه رايكم بقى؟ الزمه مش كده احسن؟ احسن ونص وثلاث ارباع. ايوه كده يا معلم. الظاهر اني هاخد بنصيحتك يا صافي. الله، نصيحه ايه دي بقى يا معلم؟ بعدين بقى ما اقول لك. قولوا لي اخبار الشغل ايه؟ كله تمام يا سيدي المعلمين، الناس هتقطع بعضها على رغيف العيش. ما انت عارف اللي حصل في البلد وازمه العيش. انا النهارده قريت في الجورنال واحد قتل اتنين في خناقه على طابور العيش. يا لهوي، اسكت يا معلم، ده امبارح حصلت حته دين عركه قدام فرن الوليه اللي اسمها كيداه، انما ايه، البوليس جه والناس اتلمت وكانت حكايه. ربنا يستر، محدش عارف الايام اللي جايه هيحصل فيها ايه. انما قولولي بس بجد بجد، شكلي كده لسه غرتي 20 سنه. عجبك الاكل يا معلم؟ يا سلام، تسلم ايدك زي ما تكوني حاطه عليه سكر. ربنا يخليك يا رب، الف هنا وشفا. لا بجد، انا عمري ما اكلت طبيخ بالحلاوه دي. خلاص، انت كل يوم قبل ما تروح تقولي نفسك تاكل ايه، وانا هطبخ لك الاكل واجيبه لك وانا جايه. كده احسن من اكل بره، ما حدش عارف بيعملوه ازاي. انا يعني غاوي اكل السوق، انما بقى ايه اللي رماك على المر الامر منه. بس بجد انت مش فتحت نفسي على الطبيخ وبس، فتحت نفسي على الجواز كمان. يا ريت يا معلم. طب انت عاملها بس وملكش دعوه، نادرا عليا لزوق لك عروستك ليله الدخله واخليها لك قمر 14. ربنا يخليكي ليا، ما يحرمنيش منك ابدا.